اليوم رح ندخل نشوف. في خلال هاي اللحظة اللي كبست فيها على الفيديو عشان تحضروا، أهلنا في غزة بتعرضوا للقصف من الكيان الصهيوني. اليوم رح ندخل نشوف شو الناس منزع عني بالتيك توك، وخصوصا فيديو فضيحة ابو هيك. فخلينا نحكي عن الموضوع. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد. طبعا كالعادة يا جماعة اسمع السحب اخر فيديو نزل على القناة من اكثر من 8 ايام، بس يا جماعة اللي انتم ما بتعرفوني انا بهذول 8 ايام كثير تغير. انا خلاص بطلت ارسم نسوانجي وقررت اصير مثقف وعميق. انه يا جماعة اكتشفت انه النسوان بحبوا الشخص المثقف والعميق، انا هيك رجعت نسوانجي، فانا هيك بعدني عارف. لانه يا جماعة الشخص العميق والفهمان هذا الشخص بفيد المجتمع وانا بدي افيد المجتمع. طول هاي ال8 ايام سحب انا ما كنت بلعب، انا كنت بقرأ وببحث عن حكمة احكيها للناس. بعد ما ابحرت في كتب التاريخ وغصت في الروايات وقرأت مئات الكتب، قرأت جميع مؤلفات نزار قباني وجميع كتب غسان كنفاني، وابحرت في بحر العلم والثقافة 8 ايام كاملين من القراءة والاجتهاد عشان اطلع لكم بحكمة يستفيدوا منها جميع الاجيال. لذلك بتفكر طول فترة هاي ساحب بتكون ظلمت الهيكل الاعظم، لاني انا مش ساحب من فراغ، انا كنت ادور على حكمة احكي لكم اياها. الحكمة بتحكي الله لا جد ذكرها، الباب اللي بيجيك منه الريح بتطم النجار اللي ركبه. فعشان ما تيجي تحكي لي ابو هيكل 8 ايام ساحب شو بتعمل؟ كنت اجيب حكم الك يا عرس. بمناسبة الحكمة يا جماعة وصلنا هذا الفيديو 50,000 لايك. كنت أول مرة بتشوف القناة وحبيت المحتوى وحبيت خشمي وحبيت تشترك بالقناة، بتمنى منك إنك ما تشترك بالقناة. قرنا قناتي ما بدك تشترك فيها، بكسر إيه بهجم عدارك إذا بتشترك. توجهنا أنت أهبل، سهل تكون يوتيوبر بس صعب تكون أبو هيكل. المهم يا جماعة زي ما هو واضح هذا الفيديو تسليك زيادة بطاطا، كثير تسليك. بس زي ما أنتم عارفين برضه إنه هاي السلسلة ما بنزلها غير لما أكون بدي أسافر. أنا كمان ساعتين طيارتي على لبنان فيا دوب ألحق أعمل هذا الفيديو. راح أصوره هسا ومنتجه بالطيارة وأنزله أول ما أوصل. بس وعد يا جماعة هذا يكون آخر فيديو تسليكي لهذا الأسبوع. بس مع هيك خلينا نظل متفقين إنه التسليك عند الهيكل الأعظم أحسن من الفيديوهات المتعوب عليها عند الباقي. يا جماعة زي المرة الماضية لما كنت مسافر بدي أدخل على التيك توك أكتب اسمي ونشوف شو الناس منزلين عني فيديوهات. أنا ما بحضر هاي الفيديوهات أبدا غير لما أصور من هاي السلسلة. أبو عظمي أوكي بيقول عني عظمي غبي مفكر حاله سب، ليش بتلحقني من عظمي؟ ليش بتثبت انك كلب؟ طيب يا جماعه بانه في كثير الا رسمات على التيك توك، خليني اجمع لكم اياها كلها، احط لكم اياها هسه مع بعض بسرعه. بيقول عني عظمي غبي مفكر حاله سب، ليش بتلحقني من عظمي؟ ليش بتثبت انك كلب؟ سارق من ابو الرب كل اشي الا حقارتك، السلخ عندي هون مش عبلوزه بجامتك، والثاني فسكن ببجي فكر حاله انت فاضي، اللي بعمرك ميت وانت بتلعب قد ما انت فاضي، سبيت اهلي ودرا رد لان الابن البار، وهذا الفرق اللي بيني وبينك انك ابن بار، ختيار قدك ميت وما عندك اخلاق، دورك عندي بهالاغنيه زي كيبورد ناجي القاق، انت طالب بس مش شاطر وانا استاذك المهيب، حتى بالببجي مش ماهر مالك من اسمك نصيب، اعداء اضعاف بعد تراكي راح يختفوا، واللي مخوف عمام لب الزرقاء اختفوا. تفلك الدماء كثير بحبها يا اخي. بدي سلام والكوم عبد، تعال شوف سلام، تعال شوف، تعال شوف بسرعه، تعال هذول الصور كيف طالعين على السوشيال ميديا؟ شوف فيكو قدام الناس اصعر في الدار اسمك كيكو يا اخي، انا متعاطي بس هاي صور مش عندي ولا عندك، مش عارف انا نفسي مش عندي، انا هسه متعاطي انا مش شايفك. يي صورتي بالبابيوني، تعال شوفها. لا يا الله يا جماعة هاي الصور أنا مش عندي، كيف جايبين؟ طبعا إجاني 1000 مسج على انستغرام تبعي، أبو هيكل روح ادخل شوف فضيحتك على التيك توك. لك وين الفضيحة يا متخلف؟ يعني أنت انولدت بشوارب، انولدت كبير، أي إنسان فينا وهو صغير بيكون خرا بعدين بيكبر، بس الفرق إن أنا ظليت خرا حتى بعد ما كبرت. الفضيحة عادي، وإنسان كان صغير متخلف كبر وظل متخلف، هنشوف فضايح غيرها. أمي طبخة بامية وأنا بدي كوسة كثير حامي، أخوي اسمه موسى، بدي منصف بدي منصف مشان الله.
امي طبخت بامية وانا بدي كوسة كثير حامية اخوي اسمه موسى بدي منسى. يعني انا ممكن اضحك على اي فيديو على اغنية امي طبخت بامية الا الفيديو تبعك. لن تصبح صاحبي لا تحاول. ما بدي كوسة اوكي كثير حامية اوكي 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 امي طبخت بامية وانا بدي كوسة كثير حامية اخوي اسمه موسى امي طبخت بامية وانا بدي كوسة كثير حامية على اسمه موسى امي طبخت بامية. والله عملها احسن مني. صحيح. هذا الفيديو من كواليس اغنية بدون فازلين. لما سجلنا كواليس انا وصهيب غرايبي صورنا هذا الفيديو. خلينا نشوفه انا نسيت. غرايبي ابو هيكل اسمع كيف الوضع داون. شوف يا الوضع داون المشهد لو بثري اتاكدت انك كلب لما لحقت اثري غسيلك المنشور بده الف بلقط بعرفه اللي من ورا الشاشه دايما بفعل فخم كاودي تقيل كرينج روفر بس لك دايما الدبل بتكفيش السوبر خلص فاهمك درست كل دفاترك جبتي اخرك جبت فيك هاتريك. هي 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 طبعا نعرف دولة محمد هيكل. هيكل من الارجنتين. اوه ماي جاد. هاي بعتذر طلعة بهالمنظر. اي بعتذر طلعة بهالمنظر؟ انت شايفة منظري؟ انا اللي بعتذر اني شايف هذا الفيديو وانا بهالمنظر. ولك بكفي ما عندك شوارب. انا اخر مرة شفت واحدة ما عندها شوارب 2006 ومش بالزرق. وين الاسف اللي طالعة بهالمنظر؟ خشمك احلى من حياتي. حواجبك مرتبين اكثر من غرفتي. هاي بعتذر طلعة بهالمنظر. بس انا كتير محمسة اني اشوف ابو هيكل اليوتيوبر اكيد بتعرفوه. بدي منكم الكل تساعدوني وتعملوا له منشن. ليش يعملوا لي منشن يا عمري؟ ما في داعي يعملوا لي منشن. ولك انا منشن انه يقبل يشوفني بكره وحعزمه على تبولة. بكره جاي على لبنان هو يا جماعه. انا اللي اقبل اشوفك بعرض اختك اقبل تشوفيني بعرض امك. بدك تعزميني على تبولة؟ بدي اعزمك على تبولة وفتوشه وترويقه ونظهر بعد العشيه. عبد ضيف لي كمان يوم بلبنان طلع لي شغله مهمه. زيد لي يوم. بليز كلكم عملوا له منشن. انا كثير حابه اشوفك يا ابو هيكل بحبك كثير كثير مجنونه فيك مهووسه. ها عمره ما حد قال لي بحبك بالطريقه هاي يا جماعه. كل اللي حكوا لي بحبك كان يجي بعديها بس خشمه كبير بس اصبعك معوض. عمره حتى قال لي بحبك هيك. والله لك قعد عندك شهر بلبنان. انا لسود اللي حسود انا على عين الحسود حكمي والعالم شو هذا الفيديو يا جماعة. لما دخلت توب 1 في التيك توك دخلت توب 1 رقم 1 على العالم العربي كامل. يسعد دينكم اقسم بالله انكم بظهري وين ما اروح. انا سكان الزرقاء. انت مش سكان الزرقاء مبدئيا. ما في شيء اسمه زرقاء. ما دام تحكي زرقاء انت مش سكان الزرقاء. اسمها زرقاء زرقاء هيك يطلع دم من ثمك وانت بتحكيه. اما زرقاء لا انت سكان عمان وجاي عنا تهريب. حلم حياتي انا اتصور مع ابو هيكل. حلم حياتك تصور معي؟ طب عرض اختي لاعمل لك البوم صور. عبد والله شكلنا راح نكنسل طلعت لبنان واخطب بما انه يعني قاعدين في شورانا شي. خلينا نخطب. اخوان انا سكان الزرقاء وحلم حياتي انا اتصور مع ابو هيكل. يعني مع انه ابو هيكل بالزرقاء بس انه انا كثير متابعته كثير 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 بحضر فيديوهاته ونفسي نفسي 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 اتصور معه. يعني حلم حياتي اشوفه على الواقع. معقول حيطلع انسان زينا زيه؟ لا مش حطلع. يمكن اطلع رسيفر يمكن اطلع بسكليت. ما مش ممكن اطلع انسان. اقول يطلع انسان زينا زيه؟ لا والله يمكن اطلع زنبره يمكن اطلع قداحه ما حد بيعرف. حقك طبعا كل قلبي من غير استهزاء. نكمل. وهيك خلصت؟ لسه بدي اشوف كمان كم فيديو. يا زلمه مش ضايل معنا وقت. طيارتك يا زلمه كمان ساعتين. طيب يا جماعه سامحونا كثير على الفيديو التسليكه والله العظيم اسف بس ما معي وقت. ان شاء الله ان شاء الله راح اعوضكم بفيديوهات اسطوريه قريب. بس والله يا جماعه اللي ما حط لايك يحط اللي بده يشترك ما يشتركش في القناه. شوفكم الفيديو الجاي يا جماعه.